الخيري منتج منطقة وعضو بجمعية المغربية لمنتجي البيض الاستهلاك. فيما يخص الإنتاج في المنطقة من إنتاج البيض القابل للاستهلاك في المنطقة الشرقية واحد الإنتاج اللي كيبلغ 600,000 بيضة في اليوم مقارنة مع الإنتاج الوطني الذي يبلغ حوالي 15 مليون بيضة في اليوم، ف يعني ما كيمثلش ربما حتى 4 أو 5% من الإنتاج الإجمالي ديال المملكة. هذا يعزى لعدة أسباب من بينها ضعف استهلاك البيض عامة في المغرب وخاصة في المنطقة الشرقية. ثانيا السبب الثاني هو ربما عدد الساكنة اللي تتوفر عليها المنطقة الشرقية بمقارنة مع المناطق الأخرى، ولكن هناك يعني بشراكة مع الجمعية ومع المهنيين ديال هذا القطاع هذا كنعملوا جاهدا باش نرفعوا نسبة الاستهلاك ديال هذه المادة هذه في المنطقة ديالنا، وأيضا الرفع من إلى يعني إلى مشى يعني الاستهلاك يعني تنمى طبيعة الحال يعني غادي يكون واحد تشجيع المستثمرين أنهم يزيدوا يستثمروا في هذا القطاع هذا، يعني سواء في يعني في هذه المنطقة هذه أو في يعني في مناطق أخرى في المغرب، لأنه حد ساعة يعني هنا في إذا جينا نقارنوا مثلا الاستهلاك ديال المغرب بمقارنة مع مثلا دول الاتحاد الأوروبي أو لا دول أمريكا الجنوبية فباقي يعني يعني الوطو ديال الاستهلاك ضعيف. إذا قلت لك مثلا بالنسبة للمواطن المغربي فهو كيتناول تقريبا يعني ما يقارب 152 بيضة في السنة، بينما المواطن الأوروبي مثلا ناخذين على سبيل المثال المواطن الأوروبي كياخذ 250 على سبيل المثال، مواطن من أمريكا الجنوبية كياخذ من 300 حتى 400 بيضة في السنة. دونك هنايا كيبان يعني أنه الاستهلاك باقي ضعيف وباقي يعني المغاربة مازال يعني ما دركوش أهمية ديال هاد المنتوج، الأهمية الصحية وحتى داك لو رابور كاليتي بري. ربما كنجيو نقارنو البيض كمادة مع مادة غذائية مثلا مع اللحم، البروتينات اللي كيتوفر عليها مثلا 100 غرام ديال 100 غرام ديال اللحم هي يعني الكميه ديال البروتينات اللي كاينين كتوفر في جوج ديال البيضات. ف يعني نتمنوا على انه المواطن المغربي يدرك الاهميه وان شاء الله نزيدوا نرفعوا من قيمتها.